منطقة التي تعرضت إلى وابل كبير محمد من الغارات والصواريخ شاهدناها وتبعناها. نشير إلى هذه الصور. إذن الشاحنات بدأت في الدخول بالفعل عبر معبر رفح. إذن نشاهد دخول أول شاحنة إلى معبر أو عبر معبر رفح. دخلت الشاحنات، دخلت هيا. وأعلم أنه من حولك الكثيرين في انتظار دخول هذه الشاحنة محمد. إذن هذه صور مباشرة لدخول شاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح. إذن مشاهدينا، هذه الشاحنات التي وقفت بالأيام في انتظار الدخول إلى غزة أخيرا تدخل الآن إلى غزة عبر معبر رفح من الجانب المصري طبعا. ونرى هنا الهلال الأحمر المصري مكتوب على بعض هذه الشاحنات. إذن هذه الشاحنات المساعدات التي وقفت بالأيام في انتظار الدخول تدخل الآن عبر معبر رفح إلى غزة. كان هناك حديث عن السماح فقط بإدخال 20 إلى 30 شاحنة. الشاحنات أمام المعبر أكثر من 100، ارتفعت ربما إلى أكثر من 200 في الأيام القليلة الماضية، وهي تحمل مواد طبية ملحة ومهمة بعد أسبوعين من القصف المتواصل ووصول الإصابات إلى أكثر من 14,000 مصاب، وطبعا القتلى إلى أكثر من 4,000 قتيل. تحمل مساعدات طبية، تحمل مساعدات إغاثية غذائية وأيضا لوجستية. سنتعرف أكثر بعد قليل عن ما هي المواد التي تحملها هذه الشاحنات التي سمح لها، وهذه من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني، هكذا مكتوب على هذه الشاحنة من الهلال الأحمر. إذن نحن الآن من الناحية المصرية طبعا من المعبر، وهذه الشاحنات أخيرا تدخل إلى غزة عبر معبر رفح. هذه شاحنة أيضا مساعدات أخرى عليها العلم القطري، وأيضا كنا تابعنا كل الشاحنات التي دخلت مكتوب عليها أو أغلبها كتب عليها الهلال الأحمر المصري، وهناك شاحنة كتب عليها من الشعب المصري إلى الشعب الفلسطيني. هذه الشاحنات تدخل في أوقات حرجة بعد أسبوعين من القصف المتواصل وارتفاع أعداد المصابين إلى 14 مصابا.